يطال دور العبادة من تدنيس وتدمير على أيدي العصابات الإرهابية، يطال رواد العلم ومدارسهم بقذائف الحقد والتي كان آخرها في منطقة عكرمة وقت خروج الطلاب من امتحاناتهم، أدت إلى استشهاد طفل وإصابة 12 آخرين. يا الله بالعمليات. بدموعه البريئة يدعو إلى الله ألا يسرق الموت رفيق الدراسة، ينتظره على عتبة المشفى أملا بسماع خبر عن شفائه، وآخر يزور رفيقه في المشفى. هو حال الأطفال العائدين من امتحاناتهم في حمص، طالتهم قذائف الإرهاب ما أدى لأضرار كبيرة لحقت بالمنازل والمحال ووقوع إصابات حالات بعضهم خطيرة. صابوا برفيقي بالمشفى جوا، وكنا ماشيين بالطريق، كنت أنا وياه عم نحكي، إجا الصاروخ بالبناي، هو صاب براسه من هون، طلعت الطلقة من هون، أنا وقعت بالأرض مع سهل تشيلو، إجا الصاروخ المسلحين الإرهابيين كلاب. لك بحرام بحرام، لك طفل تاني المدرسة، شو ذنبه؟ شو ذنبه يا ربي؟ شو ذنب العالم يا الله؟ الله يتقبله، الله يتقبل كل الدول العربية. كان أنا حد أمي قلت لها أنا رايح شوي، رحت قعدنا انا وفاتي، كان جاي من المدرسة، قعدنا شوي ورجع الصاروخ حدنا، انا رقدت ورفاتي وقعوا بالارض. موصل على مشفى الزعيم حوالي 13 اصابة، طبعا متفاوتة الاصابات بين اغلبها يعني بين الشديدة وبين الوسط، في عنا طفل طبعا حالته سيئة جدا. الناس هرعوا الى المكان، تجمعوا للملمة الجراح واسعاف من يحتاج. صاروخ بعت لنا اياه حمد واردوغان ملك السعودية، هاي هدايا هون مثل ما كنتم شايفين، بس غصب عن شواربهم راح نضل صامدين. على شكلها صاروخ لأن القذيفة ما بتعمل كل هالأضرار، هاي نزلت بالبيت وشايف الأضرار انت، البيت يعني صار بده عمار من أول وجديد. جرحنا عميق وحزننا كبير، لكننا صامدون صغارا وكبار، لأن سوريا غالية وتستحق الغالية والنفيس.